الحصار مهرجان قصر الحصن يتواصل هنا في الميدان الغربي بهذه الانطلاقات الرائعة والجميلة لياتي منطلقا مع سن الثنايا وأول أشواط المهجنات وثاني أشواط هذا اليوم. المسافة المقررة هي 8 كيلومترات. تسير مباشرة مع الصدارة ومع المركز الأول لأجد هناك انذار لحمد بن محمد بن فهيد ابن بيشان العجمي من يأتي في صدارة هذا الشوط وفي هذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما المركز الثاني هناك الوصول في ثاني المراكز اللي وصلت من الجانب الآخر هناك شقرة راشد بن حمد بن راشد الفزير المري انتقل مباشرة إلى المركز الثالث بشرة لسيد عتيق بن حمد بن بخيت بن قريع المري على هذا الفوز والانتصار. يأتي هنا منافسا في هذا الشوط بينما المركز الثالث وصلت هناك بشاير محمد بن مطر بن مطوع الاكتبي يأتي على المركز الرابع والمركز الخامس الضبي علي بن سعيد بن راشد الراشدي وصل مع الضبي على المركز الرابع انتقل مباشرة إلى خامس المراكز أو المركز السادس. هذه هي بكرة الراشدي تأتي على خامس المراكز. المركز السادس وصل شعار الفلاحي العنود حمدان بغانم بن حمدان الفلاحي والمركز السابع تأتي هناك الشاينية سعيد بن محمد بن سعيد بن حمرور العامري يأتي بهذه اللحظات مقدما لهذه الماركة ومنطلقا على المركز السابع. ثامن المراكز الوصول من اليرموك تميم بن عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني وصل في هذه اللحظات المركز التاسع. الدخول هنا من اللي هي ايضا تاتي المرية لسيد مسفر بن علي بن سفران المري والمركز العاشر وصلت في هذه اللحظات من تحمل الرقم 13 المها عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري من فاز في الشوط الماضي. وايضا قررت اللجنة العليا المنظمة لسباقات اللجن بانه هو الحاصل على المركز الاول مع فرحة بالفعل عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وايضا التهنئة لمطر بن مبارك بن غويث هو من كان منافسا قويا من خلال تواجد الوارية مع الفوت والفنش. هكذا هي النتيجة تهانينا والناموس لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. هذه هي النتيجة ونعود إلى المقدمة الثلاثية إلى الصدارة والانطلاق أيضا الأول الخاص بالمهجنات الخاص بانطلاقة المهجنات. هذا هو إعادة الشوط الأول. الهواري يعود مرة أخرى متشوق أيضا للفوت والفنش من خلال أيضا هذه الإنجازات الرائعة والجميلة أيضا من خلال النقل الذي نشاهده هنا في عاصمة الميادين. نعود إلى مجريات هذا الشوط ونسير مع بن بيشان. نعود هناك مع أندار أندار يا أندار يتواجد حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يسير هناك ليقدم هذا الاسم وينطلق من خلال تواجد أندار. ولكن هنا المزعج ينطلق ويقدم اللي هي بشرى ياتي مع المركز الثاني. عتيق بن حمد بن قريع المري يقدم انطلاقه والأروع شعار الفزيرة شعار هملولة ياتي مع شقرة راشد بن حمد بن راشد الفزيرة المري يقدم هذه الانطلاق انتقل مباشرة إلى شعار بن مطوع ياتي على المركز الرابع ليكون محمد بن مطر بن مطوع الاكتبي مقدما بشاير. هنا وصلت العنود وحمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي ياتي على المركز الخامس ينطلق من خلال تواجد العنود وأيضا قيادة أبو سالم عامر بن الوهيبي ولكن بن حمرور تواصل سعيد بن محمد بن حمرور العامري ينتقل من مركز إلى آخر أيضا يبحث عن انطلاقة رائعة يبحث عن ناموسي هذا الشوط أو يبحث عن زعفراني هذا الشوط بالفعل إن لم يكن الأول الثاني والثالث. هناك المادة أيضا التي تكرم بها الثلاث الأوائل الوصول من الضبي علي بن سعيد بن راشد الراشدي بدأ يتدخل على المركز السابع المركز الثامن
هنا الوصول مع ثامن المراكز أرى القادمة اللي هي وصلت اليرموك. تميم بن عبد الهادي بقليل بن منصور الشهواني يقدم اليرموك على ثامن المراكز والمركز التاسع. الوصول هنا من المرية مسر بن علي بن مسر بسفران المري والمركز العاشر. المركز العاشر وصلت المها عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. هذه هي النتيجة ونحن نقترب من جسر العبور. هذه التحفة المعمارية الكبيرة التي ترافق 3 كيلومترات لتكون أول العابرات أول المنطلقات. انذار انذار على الصدارة انذار على المركز الأول. يتواجد أيضا ويقدم انذار حمد بن محمد بن فهد بن بيشان المري العجمي بالفعل يتواجد ليقدم هذه الانطلاقة. هنا صورة جوية خاصة بالسيارات الفاخرة التي تنطلق من خلال هذا المسار ما شاء الله. إذن حمد بن محمد بن فهد بن بيشان العجمي يسير مع انذار أحد خبراء التحليل أيضا في هذا المجال. ما شاء الله ما شاء الله على هذا الأداء الجميل والرائع مع انذار 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 انذار. إذا فازت اليوم انذار يا الأميري وجه سؤال فوز انذار إلى بن بيشان وخله يعبر هناك مع انذار وفوزها وانتصاراتها. ما زالت على صدارة على المركز الأول. يتواجد هناك أيضا حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يسير مع هذا الانطلاق يندفع. ولكن المزعج 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 ما زال يأتي مع أيضا بشرة تأتي هنا في هذه اللحظات لعتيق بن قريع المري وأرع لياني ظاهر هناك بجهاز أحد الشباب المنطلقين إلى هذه الرياضة العربية الأصيلة. يا سلام المركز الثالث المركز الثالث الوصول في ثالث المراكز. تأتي شقرة راشد بن حمد بن راشد الفزير المري بينما المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات الدخول من اليرموك. اليرموك وصلت انطلقت اليرموك لياتي تميم بن عبد الهادي بخليل بن منصور الشهواني. العنود وصلت حمدان بغالب بن حمدان الفلاحي ياتي ليقدم العنود على المركز الخامس. المركز السادس وصل بن حمرور وصل بن حمرور هني ليقدم سعيد بن محمد بن حمرور العامري الشاهينية. هالي بو سمرة ينتظرون السلام يا بن حمرور هناك مع الشاهينية وبشاير مع محمد بن مطر بن مطوع الكتبي. بدأنا بالاستدارة الأخيرة ونسير مع هذه الأسماء القوية. الراشدي قائم هناك مع الضبي علي بن سعيد الراشدي وهنا وصلت في هذه اللحظات أول لدى لأريام علي بن حليس بن سعيد العفاري. وصلت أريام أول لدى لأريام بعدما تبقى 2 كيلومترات. ولكن أعود إلى الصدارة الصدارة الثنائية ما زالت هناك ما زالت مع انذار ما زال بن بيشان هناك ما زال متمسك بصدارة هذا الشوط. حمد بن محمد بن هيت بن بيشان العجمي يسير مع الصدارة يسير مع المركز الأول. هنا المركز الثاني تأتي في هذه اللحظات بشرة لي سيد عتيق بن حمد بن قريح المري يتواصل في هذا الشوط ينطلق في هذا الشوط. بدأ هناك يغير بدأ ينطلق إلى المسار الأول بدأ يندفع هنا مع المنعطف الأخير. بدأنا نتجه هنا إلى المنصة الرئيسية وهذه اللقطات ما شاء الله. أشكرك أشكرك الهواري إبداع ولا أروع من خلال هذه اللقطات المتجولة في كافة أنحاء 8 كيلومترات. يا سلام صورة من على بعد أكيد من البرج من المنصة الرئيسية تلتقط هذا المسار وهذا الأداء الرائع والجميل. نعلن هذه اللوحة القادمة نعلن هذه السرعة الفائقة الكيلومتر الأخير. وصلنا هذا الكيلو وصلنا هذا المنطلق وصلنا مع بشرة بشرة على الصدارة على المركز الأول. ولكن اليرموك اليرموك من قلنا الكيلو الأخير وصل اليرموك وصل تميم بن عبد الهادي بخليل الشهواني. عاد بن بيشان عودة مرة أخرى مع انذار 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 وقد انذر من اعذر لتاتي انذار وياتي. هنا مشاهدين الأعزاء
حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. يا سلام، الله 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 الله، اندار اندار على الصدارة، اندار على المركز الأول، اندار في هذا المسار الخمسمائة متر الأخيرة، تنطلق اندار وتسير في هذا الأداء الرائع والجميل. إذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، بدأت بالاندفاع الرائع منذ هذه اللحظات، نزف التهاني على ظهر اندار هناك إلى الأشقاء بالمملكة العربية السعودية وإلى حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. تهانينا والناموس العجمي على هذا الفوز. حلل 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 الليلة يا بن بيشان، اندار وانطلاقاتها من بداية المسار وسلالتها العريقة التي سوف يتحدث عنها أيضا بن بيشان مع الزميل أسامة الأميري. الله الله الله، هذه هي اندار أيضا تأتي أمام المقصورة الرئيسية ومنطقة التهيل لتعلن هذا الفوز والانتصار لحظات الوصول. هناك حمد بن محمد الهيد بن بيشان العجمي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت اليرموك لأيضا سيد تميم بن عبد الهادي بخليل الشهواني. المركز الثالث كانت العنود حمدان بغانم بن حمدان الفلاحي، والمركز الرابع وصول من مرعوشة عبد الله بن عتيق بن شامس العامري، والمركز الخامس وصول كان من الشاهينية سعيد بن محمد بن حمرور العامل. أشكرك يا أبو عسكور أيضا في الفايف ستار، منافسة قوية ورائعة وجميلة. ولكن اندار، هذه هي اندار صاحبة هذا الشوف، صاحبة هذا الإنجاز. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. إذن لحظات الإعادة، وهذه هي اندار حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. 12 دقيقة 39 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. إذا بن بيشان يعلن انطلاقة أول أشواط الثنايا المهجنات الأصايل. المركز الثاني كانت هناك الدخول من اليرموك، قدمت عرض رائع وجميل، دخلت أيضا منطلقة كالسهم في الكيلومتر الأخير لتعلن بأنها منافسة وحصلت على المركز الثاني. 12 دقيقة 49 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسيد تميم بن عبد الهادي بخليل الشهواني من حل ثانيا، بينما المركز الثالث كانت العنود، قدمت عرض رائع وجميل سيد حمدان بغانم بن حمدان الفلاحي. 12 دقيقة 53 ثانية و7 أجزاء من الثانية. شكرا يا أبو سالم، أيضا قدم العنود في هذا الشوط في أول أشواط المهجنات. هكذا كانت النتيجة، وكان بن بيشان هو من تصدر قائمة أشواط المهجنات من خلال تواجد أندر. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم.